11 ماي 1925 تاريخ فارق في حياة الرياضة في تونس، ميلاد فريق هرم اسمه ليتوال سبورتيف دو ساهل أو النجم الرياضي الساحلي أو كما يحلو للرياضيين ليتوال. فضل رؤساءها السابقين ولاعبيه ومسيري وجماهيره، فريق جوارة الساحل شرف الرياضة التونسية في جميع الاختصاصات إفريقيا مرورا بالعالمية من خلال كرة القدم وكرة اليد. الثاني عالميا اللي فاز بكأس رابطة الأبطال الإفريقية في جميع الاختصاصات بعد الزمالك، فريق جوهرة الساحل خذا من النجمة واللون الأحمر لعلم تونس كشعار للفريق. 89 سنة من التألق والمجد لنجم تونس، تتويجات بالجملة محليا وإفريقيا، تمويل جميع المنتخبات في مختلف الاختصاصات بلاعبين متألقين، ويكفي نذكر الشيخاوي عبد النور، كريم حقي، زياد الجزيري، دو سانتوس وغيرهم، والأبرز يبقى لاعب كرة السلة صالح المجري اللي كان له شرف أنه أول لاعب تونسي يلبس زي النادي الملكي ريال مدريد في كرة السلة. هو اللي بدأ كرة السلة مع النجم في 18 سنة. ليتوال أكثر من فريق، النجم قصة تاريخ عانق الإبداع والروعة. إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، والليتوال رسورة تجور ليتوال ويحيى النجم الرياضي الساحلي. باركوا الأحباء النجم الرياضي الساحلي، كل اللاعبين القدامى المسيرين مسؤولين كل ما يغير عن النجم الساحلي وعنده أي علاقة بالنجم الساحلي نقول له مبروك بالمناسبة ذي، وإن شاء الله كنا نتمنى النجم الساحلي يكون متوج معنا في النهار كما اليوم. تبقى مازال فما كوب دو تونيزي إن شاء الله يفرحونا الأولاد، وكوب دو أفريق اللي هي الكوب دو لاكاف. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد للفريق العريق والمجيد واللي ديما ثابت على مبادئه بأبنائه برجالاته، وإن شاء الله المستقبل يكون معناتها كيف ما الحاضر وعلاش لا خير منه. نلعبوا للعراقة وللنزاهة وللمجد نتاع النجم الرياضي الساحلي، وان شاء الله نواصلوا في الشيء هذايا مع جميع المنافسين نتاعنا وفي جميع الديسيبلين وفي جميع الاصناف، وذاك هو النجم الرياضي الساحلي. وان شاء الله الفريق الكبير هذايا يكمل اشعاعه في تونس وخارج تونس كيف ما عودنا. من الماضي الى